إعلان شامل ونجاح باهر هو العنوان الذي علقت به يومية المساء على القمة العربية، وصفة أن أرض الشهداء تبعث من جديد كتابة تاريخ القمم العربية، معرجة على كلمة رئيس الجمهورية التي قال فيها إن قمة الجزائر محطة مفصلية لتعزيز العمل العربي المشترك. قمة نوفمبر تعيد مياه العرب إلى مجاريها، هكذا افتتحت يومية الخبر صفحتها الأولى، مبرزة الدور الذي لعبته القمة العربية في لم الشمل العربي وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركزها بانتزاع توافقات لا بد منها. أما يومية الشعب فعنونت إعلان الجزائر نصر مبين، منوهة بالحضور المميز لقادة عرب وضيوف شرف، مع تركيزها على كلمة رئيس الجمهورية التي دفعت بمسار عربي يؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها العرب من التأثر إلى التأثير. الشروق اليومي عنونت بأن الجزائر نجحت بكل المعايير والرئيس تبون انتصر لفلسطين ووحدة العرب حول هذه القضية الجوهرية. الإعلام الدولي هو الآخر أشاد بهذه القمة، حيث نوهت جريدة القدس العربي بإعلان الجزائر الذي يتمسك بمبادرة السلام ويدعم فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. بدورها أشارت جريدة الاتحاد الإماراتية أن إعلان الجزائر ركز على مركزية القضية الفلسطينية، فعنونت مقالها بأن السلام خيار استراتيجي. وفي تعليقها على نفس الإعلان قالت الشرق الأوسط إنه شدد على العمل العربي المشترك، مع تأكيدها على ما حمله من ثوابت ورفض للتدخلات. من جانبها عنونت الصحيفة الفرنسية لوبينيون مقالها عن القمة العربية بعودة العصر الذهبي للدبلوماسية الجزائرية، منوهة بنجاح الجزائر في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي سبق القمة.